يا صباح الخير ويا صباح الورد على كل مشاهدينا من كل مكان، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اني ليه اليوم. الحقيقه حلقتنا النهارده مختلفه عن اي حلقه تانية، لان حلقتنا النهارده تهم كل بنوته وكل عروسه، لان معانا النهارده ضيوف هيتكلموا معانا على اهم الاحتياجات اللي بتحتاجها اي عروسه مقبله على الجواز. لكن دلوقتي معايا ضيفتي اللي مشرفاني النهارده في الاستوديو، مدام مروه. مدام مروه الزراع. لا الزرع. تمام، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي يا حبيبي. مختصه علاج الشعر وترميمه بالبروتين العلاجي. تمام، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. مدام مروه، بما ان اختصاص حضرتك ومجال حضرتك في علاج الشعر، تمام، ممكن حضرتك تقول لنا اهم واسباب المشاكل اللي ممكن تاذي الشعر وازاي نحلها؟ هو بيجي لي اكتر مشاكل بتجي لي بيكون مثلا القشره وتساقط، دي اكتر مشاكل بيعاني منها البنات عموما، سواء السيدات او العرايس او اي حد، واعتقد كمان من الرجال، بس الرجال مش مهمين معانا النهارده. احنا هنتكلم النهارده على العرايس او البنات عموما، في دي اكتر مشكلتين بيعاني منهم البنات. طبعا في مشاكل كتيره جدا، يعني عندنا مثلا هيشان والتقصف وعدم النمو و فراغات في الشعر، كل دي مشاكل كتير، بس دايما بيظل على رأسهم التساقط والقشرة، دول اكتر مشكلتين. طب حضرتك ايه هو السبب الرئيسي للتساقط والقشرة عامة؟ هو التساقط ده حاجة والقشرة حاجة. انا عايزة اقولك ان القشرة بتكون احدى اسباب التساقط، فاحنا ممكن نتكلم عن القشرة الاول وبعد كده ممكن نتكلم عن التساقط. تمام، عايز تعرفي اسبابها وازاي نعالجها. اسباب القشرة عامة. القشره ليها اسباب كتيره جدا للاسف الشديد، يعني اعتقد ان 90% من البنات مش يعرفوها او ما يعرفوهاش. وللاسف اكتر حل او اقرب حل اللي احنا بنفكر فيه اللي احنا نجري على الصيدليه نجيب شامبو ضد القشره، دي اقرب فعلا حاجه احنا فعلا. بنعملها. لكن عايزه اقول لكم ان شامبوهات القشره دي للاسف بيكون ضررها معانا اكتر من نفعها. فعلا. لا طبعا بالظبط، لانها اولا بتعمل جفاف شديد للشعر، فلما الشعر بيجف معايا بيبتدي يتقصف ويقع، فيعني انا حتى لو عالجت حاجه انا باذي بطريقه تانية، فعلا. فمش كويسه معايا. دي اول مشكله من مشاكل شامبوهات القشره. تاني مشكله ان العلاج معايا بيكون وقتي، يعني مش لا، حاجه في ناس مستمره. بتبقى عاوزه تخلص منها بسرعه فبالتالي بتاذي شعرها. ما هي بالظبط، هاذي شعري بشامبو القشره، انا بعالج قشره عشان القشره مضايقاني شكلها وبتعملي تساقط، فانا اروح مجففه شعري وعامله فيه تساقط برضو، لان هيجف فعلا. هيش ويقصف. فشامبوهات قشره يا جماعه مش حل خالص، بالعكس هي بتسبب مشاكل اكتر بكتير. انا شايفه دايما احنا نعالج المشكله من اساسها وما نسمحش انها تجيلنا تاني. ازاي؟ اول ما احس ان عندي قشره لازم اكون متاكده اللي انا عملت غلط في شعري، ايه اللي انا عملته معامله سيئه. يعني احدى اسباب القشره ان للاسف معظم البنات مش بتعرف تغسل شعرها صح، احنا يعني هو بنغسل شعرنا غلط. في طريقة صحيحة لغسل طبعا الشعر؟ في طريقه صحيحه لغسل الشعر، دي احدى اسباب القشره. لسه هتكلم عن حاجات تانية. معظم البنات للاسف يعني مش بتحط كميه شامبو وفيره، في ناس بتحط كميه شامبو صغننه او سيكه شامبو. بس هو بيشوفوا ان الشامبو عامه بينشف الشعر، فممكن لا، ده ما احنا يكون هنختار السبب. شامبو مناسب لشعرنا، اكيد اكيد هنختار شامبو مناسب لشعرنا. واختار طبعا براند كويس، انا يعني مش بفضل احنا نجيب حاجات من النت مجهوله المصدر، فعلا. نجيب حاجات احنا مش عارفين اساسها ايه. يعني انا شايفه دايما ما ينفعش استرخص في شعري او بشرتي ابدا. يعني في بنات بتحاول تجيب ماركات مجهوله او رخيصه، فيفضل اجيب حاجه معروفه تكون وللاسف كويسه. احنا بنسترخص في بالظبط حاجات اللي ليها علاقه بالشعر كتير جدا. بالظبط، يعني انا شايفه ان يعني صحتي ما ينفعش استرخص فيها. ممكن استرخص لو جبت شوز هرميه يعني، لكن فعلا. بلوزه هرميها بعد كده، لكن شعري او بشرتي ده في ناس للاسف بتسترخص في عينيها، بيجيبوا لانسز رخيصه، دي كارثه، لا دي كارثه حقيقيه فعلا يعني. تمام، فعلا. فالمحلول هو 15 جنيه واللانسز 25 تقريبا او 50، يا جماعه دي كارثه. ازاي انا استرخص في شعري او بشرتي؟ ما ينفعش اطلاقا. فعلا. فاول بوينت معانا احنا هنجيب مجموعه او يعني شامبو. يعني ايه مجموعه؟ انا المفروض بستخدم شعري 3 حاجات، شامبو بلسم وسيرم غير دهني. تمام، البراند اللي هجيبه اتاكد ان هو براند محترم، حاجه معروفه مش حاجه مجهوله المصدر، طبعا اكيد مش اكسباير. يا جماعه الشامبو ليه اكسباير، في ناس ما عندهاش المعلومه دي وما تتخيلش ان الشامبو ليه، لا طبعا ليه اكسباير طبعا. تمام، اخترت تمام. الشامبو المناسب ليا،
هستخدمه ازاي؟ انا يا جماعه لازم استخدم كميه شامبو وفيره لشعري. انا بشوف بنات بيحافظوا على الشامبو بطريقه خياليه، يعني مش عايزه الشامبو يخلص بس فبتاخد نقطة بس، سيكه. هما ازاي يختاروا الشامبو المناسب عامة؟ ازاي؟ انا مثلا دلوقتي شعري جاف، هختار شامبو للشعر الجاف. شعر دهني، هختار شامبو للشعر دهني. بالظبط، انا حسب نوع شعري انا شايفاه هختار. لو شعري مسبوغ هختار شعر مسبوغ، شامبو للشعر المسبوغ. انا تمام. لو شعري مثلا عامله فيه بروتين علاجي اكيد هختار شامبو خاص بالبروتين العلاجي لو بيبقى خالي من الكيميكال. تمام. وللأسف في ناس مش فاهمة ان في لكل نوع شعر شامبو معين، فيمكن ده السبب الرئيسي للقشرة. لا بالعكس، اختيار النوع الغير مناسب للشعر ما يسببش قشرة، يسبب جفاف للشعر. تمام. او يسبب مثلا مظهر غير صحي لكن ما يسببش قشرة. اول نقطة معانا للقشرة، لان انا ما باخدش كمية شامبو وفيرة لشعري. هو القشرة بتظهر ليه؟ شعرنا ده بيفرز حاجة اسمها زيوت طبيعية بتطلع من قلب شعري، من قلب جلدي. تمام. الزيوت الطبيعية دي بتتراكم معايا تقوم سد المسام، يتراكم عليها أتربة وفطريات وبكتيريا، بتقلب معايا بقشرة وممكن تقلب بإكزيما فطرية قوية جدا أحتاج أعالجها فترة كبيرة. وكائنات دقيقة بتعيش في شعري كمان، ومش قصدي يا جماعة الأمل الحشرات، لا مش قصدي كده، في كائنات كتيرة بتعيش في الشعر لا ترى بالعين المجردة. دي برضو نتيجة عدم فعلا. غسل الشعر بطريقة صحيحة. تمام. أول حاجة أنا اخترت الشامبو المناسب لشعري. تمام. تمام. هستخدمه صح إزاي؟ أختار كمية وفيرة شعر، أكيد أنا شعري غير شعر حد تاني، كل واحد ليه كثافة وطول. تمام. فأكيد الكمية اللي محتاجها شعر كاريه غير الكمية اللي محتاجها شعري أنا، بالظبط فعلا. غير الكمية اللي محتاجها شعر بنت أطول مني. تمام. للأسف البنات بتحط شامبو قليل جدا فمش بينظف الجذور، مش بينظف البصيلات، فبيكون في اثار زيوت قديمه، دي بتكون اوريدي المسام مسدوده. هو انا اعرف معلومه ان مفروض ان الشامبو يبقى لقشره الشعر بس، اللي هي الفروه الشعر بس، ما يجيش مش على شامبو، دي معلومه كارثيه. تمام. بص يا جماعه، يعني والله انا مش عارفه مين بيقول المعلومات دي. اليوتيوب متغرق حاجات، فعلا. والفيسبوك الناس دي مش دارسه خالص اطلاقا، هم بيبقوا عايزين يعملوا مشاهدات او فانز. طبعا احنا اكيد يا جماعه عارفين مشاهدات بفلوس. تمام. مش دارسين خالص. للأسف. انا دلوقتي المسام فيها زيوت طبيعيه جسمي افرزها، انا لو ما شلتهاش بالشامبو ايه اللي هيحصل؟ دي كارثه، بكتيريا، فطريات، قشره، كوارث. تمام. فعلا. فلازم اكون متاكده 100% ان فروتي نطفت. تمام. نطفت بالاختيار بالشامبو بتاعي. اول كارثه بعملها بنات اختيار عدم كميه مناسبه. تاني كارثه ان هما بيغسلوا شعرهم في قلب، وهما بيغسلوا شعرهم يعني في قلب الحمام بيغسلوا شعرهم مره واحده بس شامبو. هو لازم مرتين طبعا، مش اكتر. لازم 3 مرات، وفي ناس ممكن توصل معاها الاعلى من كده. بالظبط. ده على حسب ايه؟ على حسب الشعر ده دهني ولا، يعني ايه شعر دهني؟ في ناس شعرها دهني، الناس دي عندها زياده في انتاج الزيوت الطبيعيه اللي انا اتكلمت عليها من شويه. على فكره يا جماعه الزيوت الطبيعيه دي حاجه حلوه قوي للشعر قوي، يعني ده معناها ان ربنا خلى انتاجك في الغذاء بتاع شعرك اعلى من غيرك، دي ميزه. فعلا فعلا. لكن للاسف معظم الناس بتقلب النعمه دي النقمه. ازاي؟ ان هم اوريدي شعرهم دهني، يعني عندهم زياده في انتاج الزيوت الطبيعيه، يعني عندهم فرصه للنمو اكتر من غيرهم، يعني عندهم فرصه ان شعرهم يبقى صحي اكتر من غيرهم لان الغذاء اكتر اصلا. فبيعملوا ايه؟ بيخلوا شعرهم بدل ما يستفاد بزيوت طبيعيه دي، لا الزيوت بتسد المسام اكتر، تراكم عليها اتربه وفطريات وقشره، حاجات كتيره مش كويسه. فاحنا يا جماعه لو اصحاب الشعور العاديه اللي هي مش دهنيه المفروض بيغسلوا شعرهم من 2 لـ3 شامبو حسب غزارة الشعر، وحسب هو ما اتغسلش بقاله قد ايه، وحسب تقله وطوله. تمام. فاقل حاجه معايا 2 شامبو قويين او يفضل 3. دي الناس اللي شعرها عادي مش دهني. الناس اللي شعرها دهني بتبتدي من 3 لـ4 مرات، انا بتكلم في المره الواحده عارفه يا ماي، بنحط شامبو ندلك، المفروض بنعمل مساج كده بصوابعنا مش ضوافرنا بالشامبو. طبعا طبعا مش هنقعد نلعبك شعرنا في بعضه، لا لا دي حركه غلط جدا يا جماعه، مش عايزين نعمل كده. احنا بنغسل شعرنا وهو على طبيعته على ورا، بنعمل له مساج بالشامبو ونشطفه بالميه، نحط كميه شامبو تاني، نعمل له مساج بصوابعنا مش بضوافرنا لمده 20 ثانيه مثلا، ونشطف ثالث مره نفس المساج ونشطف. تمام. ايه طب دلوقتي هنشوف تقرير وهنرجع لكم تاني. تمام اوكي هكمل كلامك. تمام. حضرتك ممكن تشرحي لنا ده عبارة عن ايه؟
ده علاج للشعر متأثر في الهيشان بالبروتين العلاجي عن طريق تعويضه بالأحماض الأمينية اللي هو محتاجها. هو احنا اهو تمام، ده عن طريق انا معرفش. تمام، ده عن طريق تعويضه بالأحماض الأمينية اللي هو محتاجها. تمام، تمام. الفرق أصلا بين أي حد شعره ناعم وأي حد شعره خشن، تمام، أو أي حد شعره مموج وأي حد شعره مفروض، إن اللي شعره مموج زي كده بيكون ربنا خلقه نسبة الأحماض الأمينية أقل من الناس اللي شعرها زي اليابانيين أو الهنود أو الناس دي، عندهم نسبة الأحماض الأمينية أعلى. تمام، لكن الناس اللي شعرها بيبقى سايح زي اليابانيين أو الهنود أو الناس تمام. دي، نسبة الأحماض الأمينية أعلى وعنصر الكرياتين أعلى، تمام، والبروتينات أعلى، فإحنا بنعوضه بنسبة الأحماض الأمينية والبروتينات اللي هو محتاجها، فبيبقى بالصورة اللي أنت شايفينها. هو انا عامه بشوف بيبقى فيه كرياتين وهكذا لانه بيعمل دمور للشعر. بص، هو الكرياتين ده حاجة وشغلي حاجة تانية طبعا خالص. الكرياتين ده يعتبر الجيل الأول اللي ظهر بعد الجيلات، لو أنت سمعتي عنه سوريا أو البرمنت أو هي الكيميكال، يعني فرد تمام. بالكيميكال. هو الكرياتين ده حاجة تانية خالص. يعني الكرياتين هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن طبق سيليكون بيتغلف الشعرية من بره، فبيتفرد عن طريق تغليفها بطبقة سيليكون من بره اللي هي سيليكون مذاب. دي كده عشان تتحفظ في قلب الأزايز ما تبش، كانت بتتحفظ بفورمالين. الفورمالين طبعا احنا اكيد عارفين ان هو ماده حفظ، تمام، فعلا. بتحفظ بيها الجثث اكيد. تمام، اكيد طبعا. الناس في كلها فاكره ان الفورمالين هو اللي بيفرد، لا هو مش بيفرد، حتى في الكرياتين لا مش بيفرد. الفورمالين ده ماده حفظ فمؤذيه جدا طبعا، طبعا. بسبب سرطانات وبلاوي سوداء اكيد طبعا. تمام، نيجي بقى لعنصر الكرياتين نفسه اللي هم بيحطوه، ده عباره عن طبق سيليكون. انا بتكلم عن الحاجات القديمه اللي مش عندي يا جماعه طبعا. تمام، طبقة سيليكون متغلف شعر من بره بتبتدي توقع الشعر. ليه؟ مش بتوقعه برضه عشان خاطر الفورمالين، لا، الفورمالين بيسبب امراض للبني ادم يعني زي السرطان فعلا. او كده، لكن مش بيوقع الشعر. اللي بيوقع الشعر معايا السيليكون المذاب نفسه. ليه بقى؟ لان هو ادى للشعر وزن هي ما تتحملوش. فاهماني؟ مثلا شعرتي دي ربنا خلق عليها وزن معين، بصيرتي تتحمله. انا لما اديها وزن سيليكون من بره يتقلها، بتتقل على البصيلة. طبعا ربنا خلقنا كل بصيلة ليها وزن معين تتحمله، فبتقوم البصيلة الشعرية واقعة بسبب انها اتحملت وزن ازيد مما هي تتحمل. فعشان كده الكرياتين ده بؤذي من جميع النواحي. تمام، هو فعلا بيتقل فعلا. البصيلة يوقعها، بلس ان هو فيه فورمالين فبيبقى مؤذي جدا معانا. هو فعلا بيبقى انا مؤذي شغلي جدا. بقى يا جماعة حاجة تانية خالص، يعني بحب اعرفك، شغلي بيكون عبارة عن تعويض الشعرية بالاحماض الامينية والبروتينات اللي هو محتاجها. فالشعر بيتحول معايا زي الشعر اللي فيه العناصر دي اصلا ربنا خلقه كده، يعني زي الناس زي ما قلت لك زي اليابانيين الهنود الناس اللي شعرها بيبقى سايح اصلا. طب حضرتك دلوقتي احنا اتكلمنا في قشرة الشعر وازاي نعالجها. لا انا قلت اسباب، انا قلت سبب، يعني سبب واحد من تمام العلاج، اللي فيه اسباب كتير. انا قلت اسباب اللي هي بتظهر دي اصلا اللي هي تمام الغسيل. يعني في اسباب تانية اه طبعا لها. في اسباب كتير كده. طب حضرتك ممكن تكملي. تمام، احنا قلنا اول سبب ان احنا بنغسله مره واحده بالشامبو، ده مش كافي تماما يا جماعه، مش بننضف الروتس كويس، الجذور مش بنشيل الزيوت القديمه، فده بيعمل معانا قشر. تاني سبب رهيب جدا انا متاكده ان 99% و9 من 10 من ستات مصر بيعملوه، لم الشعر مبلول. انت بتعمليه؟ دي كارثه. وقتها انا متاكده كل ستات مصر فعلا حرفيا بتعمله. البنت بتاخد شاور تقوم عامله كعكه وبس، دي كارثه. ايه اللي بيحصل معايا؟ انا لما اعمل كعكه او اي فورم ايا كانت شعري مبلول، البكتيريا والفطريات محتاجه مني ايه؟ هي محتاجه مني ميه، ضلمه، حراره. شكرا، انا كده عملت مزرعه في شعري، انا كده هيأت لها بيئه مثاليه انها تعيش وتتعايش. حرفيا بجد لو احد عمل الحركه دي وتاني يوم بالظبط جاب ميكروسكوب وبص في شعره، انا متاكده مش هيعرف ينام اصلا، مش هيعيش، هيلاقي كائنات حيه دقيقه كتير جدا عايشه في شعره، بكتيريا فطريات وكوارث. انت عارفه الكمكمه اللي ممكن تحصل في الشعر لما الواحد يلم شعره مبلول وتحس شعره مكمكم؟ دي معناها ان في كائنات نشطه جوه، دي معناها كده، فاهماني؟ اللي هو فدي احنا سبب بيبقى في كائنات في الشعر بالظبط بسبب القشره طبعا. وبسبب الكمكمه. لا، الكمكمه دي مؤشر ان في كائنات في الشعر، كائنات حيه دقيقه زي البكتيريا تمام. والفطريات. تمام، الفطريات والبكتيريا دي هي اللي بتعمل معانا القشره، فدي سبب اساسي للتساقط وللقشر. اللي انا الم شعري مبلول ده نوية ما ينفعش خالص.
المفروض انا بسيبه ينشف، يفضل طبيعي يعني، ده افضل حاجه عشان انا مش عايزه اعراض شعر الحراره، مش عايزه اعراض الهواء، فبسيبه طبيعي ينشف. لو انا مستعجله ولا حاجه ممكن هواء ساقع بسشوار، يفضل هواء دافي مش سخن، هواء السخن مؤذي معانا، فيفضل انا اعمله هواء دافي لو انا مستعجله. طب هل الاستشوار او المكوى عامه ممكن يسببوا قشره؟ لا طبعا، المكوى او الاستشوار ممكن يسبب جفاف للشعر، ولو المكوى حرارتها غير مناسبه طبعا ممكن تسبب حرق للشعر، لكن ما فعلا. تسببش قشره خالص. هو القشره دي العامل الاساسي فيها الفطريات والبكتيريا، وبتيجي معانا زي ما قلت لك من العاملين الاساسيين معانا دول، عدم غسيل الشعر بطريقه كافيه، عدم تنظيفه بطريقه كافيه، واللي احنا بنسيبه مبلول بعد الغسيل. يا جماعه الكلام ده مش للبنات بس، الكلام ده لاي بني ادم حي عنده شعر، يعني المفروض اي بني ادم سواء راجل او ست او طفل اللي احنا ما نسيبش شعره مبلول نلمه، يعني حتى البنات الصغيره المفروض اي شعر لازم ينشف قبل ما نكتمه. انا كده بهيئ له بيئه مثاليه ان هو يتاذي فيها. تمام. فعلا. طب حضرتك ايه شايفة هي الحلول المناسبة لقشرة الشعر؟ يعني نعمل ايه بالظبط عشان اللي خلاص بقى اللي بقى عنده قشرة شعر يتعالج منها ازاي؟ اللي بقى عنده قشره المفروض يبتدي ينفذ الكلام اللي انا بقوله ده من دلوقتي، ان هو اول حاجه هيختار شامبو وبلسم وسيروم مناسبين لشعره ايا كان نوع شعره، يشوف بقى هو مصبوغ جاف دهني معالج بروتين علاجي، هيختار مجموعه مناسبه لشعره، هيبتدي يعمل غسيل شعر. غسيل شعرنا يا جماعه المفروض اصلا بيكون من مره لمرتين اسبوعي مش اكتر من كده. طب نسبة للشعر الأبيض هل ليه علاج غير الصبغة؟ لا يعني هو الابيض ملوش علاج اصلا، ملوش علاج. اصلا عشان ما حدش يقول ان هو العلاج، الابيض ملوش علاج يا جماعه. بس انت خرجتي من نقطه تانية، انا لسه ما كانش نقطه تانية عايزه اقولهم بس البوينت دي تمام قبل ما اتفضلي. انساها. كنا بنتكلم في علاج القشره، قشرة هيبتدي يعالجها من دلوقتي، هيبتدي يغسل شعره مره مرتين اسبوعيا مش اكتر من كده ولا اقل من كده. غسيل شعرنا اكتر من مرتين في الاسبوع ده مضر جدا، وغسيله اقل من مرتين في الاسبوع ده مضر جدا. تمام. فاصل بينهم 3 أو 4 ايام، يعني ده لو هنختار يومين. يعني لازم على تمام. الأقل مرتين فاصل في الأسبوع. لازم، لا هو ده المعدل النورمال. تمام. تمام. لكن انا لو سبت شعري اكتر من اسبوع غسيل ده مضر جدا معايا، بيعمل قشره برضو. تمام. انا لو غسلت شعري كل يوم ده مضر جدا جدا جدا. الزيوت الطبيعيه اللي انا اتكلمت عليها من شويه هتختفي. دي فايدتها انها بتغذي شعري، فانا ما اغسل شعري كل يوم انا حرمته من زيوته، فعلا فاوريدي هيتاذي طبعا. اكيد. فدي اول بوينت، يعني اول حاجه نعملها اللي احنا نعالج شعرنا من القشره، اللي احنا نبتدي نختار معدل غسيله، هنختار له المجموعه المناسبه، هنغسله بطريقه كافيه، نخلصه من دهونه، مش هنلمه مبلول ابدا ابدا ابدا. فعلا لو حد التزم بالقواعد دي القشره عنده هتختفي تدريجيا، بس لازم يلتزم بيها بضمير يعني. ايه طب الابيض. اوكي. تمام. اولا يا جماعه الشعر الابيض ملوش علاج، لو اي حد قال كده هو فعلا ما عندوش مصداقيه. الابيض ادام ظهر هو هيستمر معانا وفي تزايد مش هيقل، سواء احنا شلناها بقى قصيناها نتشناها سيبناها، هي اوريدي هزي. تمام. احنا المفروض نعرف نتعايش معاه ازاي، يعني انا مثلا كمروه اكيد بيطلع لي ابيض اكيد. تمام. هو الابيض يا جماعه برده ملوش سن، يعني في ناس فاكره ان الابيض ده بيطلع للعواجيز، لا خالص. هو الابيض المفروض سن نورمال معايا 30 سنه، ده الطبيعي. تمام. في اطفال بيطلع لهم فعلا هم عندهم 8 سنين، ده حقيقه، ده بيبقى براسه مثلا. هو فقد عناصر معينه في الجسم. تمام. ففي اطفال ممكن يطلع لهم شعر ابيض، في مامي تلاقيها في 60 سنه ولا شعر ابيض، يعني فمالهاش علاقه خالص بالسن اطلاقا. طب هو لو طلع لنا احنا المفروض نعمل ايه؟ نعرف ازاي نتعايش معاه ازاي. هنفترض ان احنا عندنا ترابيزه سودة مثلا، اوكي، حصل فيها خربوش، انا هعمل ايه؟ انا هجيب قلم اسود امشي على الخربوش ده اخفيه. بالظبط. هعمل له اخفاء، لكن انا اكيد مش هجيب دهان لون تاني واقوم ماشي على الترابيزه كلها تتخربش معايا تاني. انا نعتبر الترابيزه دي في مكان غير المؤمن. اغير اللون بتاعها تمام. اصلا. ايه هو غير اللون، غير لون غير اللون اصلا. الخربوش. تمام. فالترابيزه اتخربشت تاني يوم تاني، فانا هقوم جايبه لون تاني دهانها كلها، انا كده بوظت الترابيزه. اكيد مش كل ما يطلع لي شعرتين بيض اروح اسبو شعري كله، دي كارثه، انا كده بوقع شعري وبدمره. المفروض اعمل ايه؟ المفروض انا بختار صبغه سيف، انا مش هقدر اقول انواع طبعا، بس اكيد مش هختار حاجه مجهوله، هختار حاجه محترمه. طبعا يا جماعه الانواع المجهوله في اي حاجه مش كويسه، فهختار حاجه امنه ومحترمه ومشهوره.
واقوم جايبه لون شعري بالظبط. انا كمروه شعري اسود، اي بيطلع لي مثلا كام شعريه بيضه هنا، باختار نقطه صبغه سوداء من صبغه محترمه طبعا، بحط النقطه دي على كام شعريه بيضه بس، ماليش دعوه باقي شعري خالص. دي أأمن طريقه اتعايش مع الابيض معايا، دي أأمن طريقه. الفكره وصلت؟ تمام. فلو حد شعره بني هيعمل ايه؟ هيجيب نقطه صبغه بني عشان هو شعره بني، تمام، ويمشي برضو على كام شعرايه البيضه بس. فلنفترض حد بقى ان كل الواجهه قدامه بيضه، هيعمل الواجهه. طب لو في مامي مثلا شعرها كله ابيض بافته، هتضطر للاسف الشديد انها تعمله كله، تمام، بس كل مره هتعمل الروتس بس، الجذور بس لما تطلع، مش تعمل شعرها كله برضو. دي في حاله ان شعرها كله ابيض، يعني طبعا دي حالات نادره، ومعظم الناس بيعانوا من كام شعرايه او كام خصله. فدي أأمن طريقة للتعايش مع، لكن حد يقول لك إن في علاج نهائي أو علاج يعني ما فيش فيه رجعة، طبعا ده كلام مش حقيقي. شكرا لحضرتك مدام مروة، وأنا بجد استمتعت جدا باللقاء مع حضرتك، وأتمنى يكون في لقاءات تانية بقى عشان إن شاء الله نقدر بإذن بيها الله. ننصح ونفيد إحنا إن شاء مشاهدينا الله هنعمل سلسلة حلقات، إن شاء وبإذن الله. الله هنقول في حاجات كتيرة بإذن الله. إن شاء الله، شكرا لحضرتك. وأنا أتمنى أكون فدت بنات كتير، إن واتمنى شاء ان الله. انا اكون يعني قدرت ان انا اوصل لهم اي معلومه. شكرا لحضرتك. حبيبتي شكرا، باي. هنطلع لفاصل وهنرجع لكم تاني بفقرة جديدة مع ضيفة جديدة، انتظرونا.